التراثية أود الإشارة إلى نقطتين. الأولى هو أنني لست ماضويا، أو على الأقل أحاول ألا أكون ماضويا، بمعنى أنني أتعامل مع الماضي بحنين أو بهدف إحيائه أو استحضاره، لأن الماضي ماضي عبارة عن أحداث ووقائع وشخوص أو شخصيات في زمن ومكان معين، وبالتالي أي محاولة لاستحضارها وهذه الأحداث والوقائع والشخوص استحضارها أو استخراجها أو إبعادها عن زمنها ومكانها ستكون هي عملية قيصرية، وتعرض أحداث الماضي إلى التشويه أو التحريف أو إلى التقزيم. فالماضي لا يعاد، أنا ضد مقولة التاريخ يعيد نفسه، لأن الماضي لا يعاد. النقطة الثانية هو أن هذه الاستحضار لهذا الإطلالة على الماضي الذي سنقوم به في هذه الحلقة هي ليست توثيق لأنها لا تخضع لمنهجية التوثيق، ليست بحث لأنها لا تخضع لمنهجية البحث، بقدر ما هي إطلالة على ما بقي عالقا بذاكرة معينة، خاصة وأن هذه الذاكرة أصبحت صورها ضبابية وبفعل الزمن. من أين أبدأ هذه الذاكرة؟ أفضل أن أبدأ من البداية، أي من المولد، ولا أقول مسقط الرأس لأنني سقطت جثة كاملة، ليس الرأس فقط. من مواليد مدينة مراكش، وبالضبط باب دكوالا درب الساقية. وحينما نقول باب دكوالا
نقول عدة صور تستحضرهم الذاكرة. عندنا أولا رك الجامع، جامع باب الدكالة، الذي كان فضاء لممارسة الألعاب التي تحتاج إلى حركة كثيرة كرة القدم أو دينيفري أو غير ذلك. حينما نقول باب الدكالة نقول الدرب، خاصة بالنسبة لي درب الساقية ودرب المدردب، حيث كانت تحضر الألعاب الموسمية التي لا تتطلب حركة كثيرة، علما أن الألعاب في تلك الفترة كانت ترتبط بموسم، هو موسم ليس بمفهوم الموسم كما نعرفه، ولكن ترتبط بفترة زمنية تظهر فيها تلك اللعبة ثم تختفي، وكنا نسميها بعام البي، عام الترومبية، عام السركوس، عام. فهذا الفضاء الذي هو باب الدكالة كذلك ضم سينما الفتح، مما فتح ذاكرتنا على أفلام متعددة، خاصة الأفلام في تلك الفترة الهندي والكاراتي، الأفلام المصرية في فترة قبل ذلك. فتحت باب الدكالة ذاكرتنا على العمل التضامني، لأنه منذ البداية كنا لا نعرف هذا، ولكن كنت تكون مرا فتجد امرأة أو رجلا عجوزا عجز عن فعل شيء بحكم السن، إما حمل قفة المشتريات أو الخبز، فيطلب منك أن توصل تلك العملية، تلك الوصلة إلى الفران، فتربت فينا وأصبح لا يطلب منا ذلك، أصبح فقط تضع الوصلة في الباب فكل من يخرج يأخذ. إذن أنا كنت أعتبرهم تربية على غير مباشرة على العمل التضامني. باب الدكالة فتحت أعيننا في تلك الفترة على أسماء، أسماء منها من ارتبط بالرياضة، مثلا في سباق الدراجات أو ركوب الدراجة النارية كان عندنا بودا، ثم الملاكمة وهذه الأشياء. لذلك فالفضاء أنا أقول الذاكرة دائما مرتبطة بالمحيط، ليست مرتبطة بالشخص، لأنه الشخص لا يحتفظ إلا في ذاكرته إلا بالصور التي تريحه أو تؤلمه، وبالتالي صور أخرى لها قوة كبيرة عند ناس آخرين تضيع مع الأسف. ومن هنا تأتي هذه الفكرة التي أحبذها بالنسبة لهذا البرنامج، هي أنها على الأقل تحافظ على هذه الذاكرة، لا تستحضرها ولا تحاول أن توثق هذه الذاكرة. هذا فضاء الولادة. بعد فضاء الولادة بطبيعة الحال سيكون هناك فضاء الدراسة. ارتبط بطبيعة الحال في الذاكرة عندي بالحضار، الذي كنت من الناس الذين لم يحضروا كثيرا لتلك الدروس، لا أعرف لماذا، أو بقيت عندي صور قليلة من 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 من, من في الذاكرة. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الدراسة الابتدائية. الدراسة الابتدائية كانت في مدرسة الفتح الحسنية الحرة. مدرسة الفتح الحسنية الحرة كانت في دار الباشا، وهي مدرسة تأسست سنة 1944 من طرف الوطنيين، ومر عبرها شخصيات لازلت أذكرها. مثلا أتذكر أنه لم أكن حاضرا، ولكن أعرف في ذاكرتي أن محمد الحبيب الفرقاني كان مديرا لها، في تولى إدارتها في فترة زمنية معينة. أتذكر بأن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سي أحمد التوفيق كانت له علاقة بهذه المؤسسة. ثم كان هناك شخصيات ارتبطت بمدينة مراكش، مرت من مؤسسة مدرسة الفتح الحرة، وسأعود إلى الموضوع في بتفصيل، خاصة أنها فيها فتحت عيني على الأنشطة الموازية. ربما كانت مدرسة الفتح الحسنية الحرة هي أول خطوة لي في الاهتمام بما يسمى التنشيط. لماذا؟ لأن مدرسة الفتح الحسنية كباقي المدارس في تلك الفترة كانت منفتحة على محيطها. كان شخص أذكره يسمى سيبريك، كان يأتي من الكشفية الحسنية ويقوم بتنشيطنا خلال فترات الاستراحة أو الحفلات، يعلمنا الأناشيد، يعلمنا المسرح. ربما من هنا بدأت علاقتي بالأنشطة بصفة عامة، وخاصة المسرح.
غير بعيد عن الحسنية انتقلت إلى مؤسسة محمد الخامس رياض العروس، كانت تسمى بثانوية محمد الخامس، يعني كان فيها الدراسة من الإعدادي إلى الثانوي. رياض العروس كذلك كانت مجالا كباقي الثانويات الأخرى، كانت مجالا قويا لنشاطين أساسيين، الرياضة، نتذكر أمسيات الأربعاء والجمعة الألعاب المدرسية، ومجالا لفتح مواهبنا وقدراتنا خاصة في المجالات الفنية. كانت هناك أندية موسيقية مسرحية، وأذكر أنني أول مرة صعدت إلى الخشبة كانت في جنان الحارتي، ما بقي من قاعة الزجاج، خلال برنامج كانت تعده التلفزة المغربية آنذاك يسمى بين المدارس، تتنافس فيها مؤسستين، كانت التنافس بين رياض العروس ودار البارود، وكنت مع تلامذة المؤسسة الذين قدموا سكتشا هزليا فوق تلك الخشبة رفقة المرحوم المولى عبد الرحمن البحياوي والصديق الحجوب. إذا كانت هناك فعاليات بدأت تفتح أمامنا المسار الذي سيرسم أو سيميز مسيرتنا خاصة في مجال المسرح والأنشطة الثقافية بصفة عامة. بعد هذه الدراسة لابد أن أشير إلى أن المدارس الثانوية في تلك الفترة خاصة في ميدان الرياضة كانت تعرف بنوعية الرياضة التي برزت فيها، فمثلا كان معروف عن ثانوية بن عباد أنها ثانوية كرة اليد بالدرجة الأولى، ثم بعدها الكرة الطائرة، بن عباد وحسن دو كرة اليد والكرة الطائرة، ونذكر مدربين كبار على الصعيد العالمي، نذكر مثلا السي أحمد بومدين، ونذكر كذلك المدرب العيطوني. هؤلاء كان لنا شرف أننا كنا بجانبهم وتلقينا منهم ليس فقط مبادئ الرياضة، ولكن كذلك تلقينا منهم حتى مبادئ خدمة الرياضة ورد الدين. مثلا رياض العروس والمنصور الذهبي برزت في الكرة الطائرة، رياض العروس مع سي عبد الله بوستا المدرب الذي من العار أن أذكر من هو هذا المدرب لأنه إنجازاته وإحقاته تقدمه، وكذلك في المنصور الذهبي كان هناك المرحوم أحمد الشجعي. إذن هذه هي الفضاءات التي بقيت عالقة في ذاكرتنا والتي مهدت الطريق لممارسة الفنية خاصة المسرحية، وكذلك لممارسة الرياضية، وهذا موضوع سنتناوله فيما بعد. أقولها عامرة خريف غاملة خاملة تدفع الفهمة، عطلة جاهلة باللي جاهلة مظلمة، أقولها عامرة خريف غاملة خاملة تدفع الفهمة، عطلة جاهلة باللي جاهلة مظلمة، عقول في سلاسل مكبلها بويا عمها، كسدة لابسة راس ومحرفة بقزاز، وديول تسقي المرار، وش الأحواشي عايشة بتواشي، تواشي كلها بجاقل، واللي تاح الجواب يقصد عقله، عساه يكون عقل، وش الأحواشي عايشة بتواشي، تواشي كلها بجاقل، واللي تاح الجواب يقصد عقله، عساه يكون عقل، عقولها عامرة خريف غاملة خاملة تدفع الفهمة، عطلة جاهلة
فيما يخص مساري المسرحي واشتغالاته وذاكرة مساري المسرحي، أريد أن أضيف بالنسبة للرياضة، أشرت بأنه كانت هناك ثانويات متخصصة في أنواع رياضية معينة. هذه الثانويات لم تكن تبرز فقط في الألعاب المدرسية، ولكن كان اللاعبين التلاميذ بهذه الثانويات يؤتتون البطولة الوطنية سواء في كرة الطائرة أو في كرة اليد أو في كرة السلة، وبالتالي كان هناك واحد انفتاح كبير على المؤسسة على محيطها وانفتاح الرياضات على المؤسسات. وفي هذا الإطار كان هذا التلاميذ يجمعهم كثيرا ملعب الحارتي، ماشي كرة القدم ولكن لألعاب القوى، واللي كانت تتبناهم واحد النادي الرياضي يسمى الاتحاد الرياضي المراكشي الطقم، كانوا يمارسون فيه ألعاب القوى. وبالتالي كان التلميذ في تلك الفترة التلميذ الرياضي كان متعدد، يمارس كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، ألعاب القوى، وهذه صور بقيت عالقة بذاكرتي. المسرح. المسرح يصعب حصر ذاكرة المسرح لأنها كبيرة وواسعة ومتعددة، وهي ذاكرة جماعية. مساري انطلق في 1968 منذ التحاقي بالنادي الفني الرياضي المراكشي. في تلك الفترة التحقت بالنادي الفني المراكشي وكنت فقط أحضر، لم تكن تسند إلي أدوار مسرحية أو من هذا القبيل، ولكن كنا نشارك في الأنشطة التي كان ينظمها النادي رسميا، مسابقات شعرية، أفلام سينمائية، محاضرات، وهنا بدأت يتحدد نوع النشاط ونوع المسرح الذي نريد نمارسه. فليس من السهل أن تبدأ مسارك المسرحي وأنت تفتح عينيك على هرم من أهرام المسرح المغربي المرحوم السي عبد العزيز الزيادي، أن 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 تكون في فترات معينة إلى جانب المرحوم عبد الكريم بناني، أن تكون كذلك إلى جانب فرقة مسرحية التي لها دور كبير في الحركة المسرحية الهاوية وإلى يومنا هذا، لأنها لا زالت تشتغل إلى هذه الفترة. إذا في النادي الفني المراكشي كان التحاقي به بفضل صديق هو مولاي محمد السقلي، كان يدرس معي في رياض العروس، وطلب مني أو دعاني إلى أن أحضر إلى أنشطة النادي. ومن منذ تلك الفترة ارتبطت بالنادي كما ارتبطت ذاكرتي بذاكرة المختار الملالي، اللي بالمناسبة له كتاب خاص بذاكرته مجالس المختار الملالي، يحكي فيه كذلك عن مساره المسرحي، وبالتالي هو ذاكرة من الذاكرات المسرحية للمدينة. بعد التحاقي بجامعة محمد الخامس بالرباط والتحاقي بكلية الحقوق العلوم السياسية وتفرغي فيما بعد وعودتي إلى مدينة مراكش، سأمارس في مرحلة أولى المسرح المدرسي، لأنه جئت محملا بشعلات وبواجب، لأنني تلقيت تكوينا، تلقيت معرفة، تلقيت، فرأيت بأنه من 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 واجبي أن أنقلها إلى الجيل الجديد. فاشتغلت بالمسرح المدرسي الذي كان كذلك رافدا من روافد المسرح الهاوي، فكنا نجد شخصيات بارزة في مسرح الهواة تؤطر أندية المسرح المدرسي. فأنا فتحت عيني على أعمال مولاي إدريس المعروف الذي هو عضو في جمعية النادي الفني المراكشي، وفي نفس الوقت كان يؤطر ناديا بمدرسة العبد اللهوية، وكان النادي متميز في أعماله. فلما رأيت مسرحية في الكازينو، قاعة الكازينو التي كانت تقدم فيها بعض العروض المتميزة المدرسية، أصبح حلمي أن يلعب تلامذتي فوق خشبات الكازينو.
فوضعنا لنا هدف، اجتمعنا ووضعنا هدف، واننا سنشتغل ولكن سنسعى الى ان نقدم عرضا في 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 في, في الكازينو، وفعلا تحقق ذلك. فوضعنا هدفا اخر هو ان نقدم عرضا في مسرح محمد الخامس، وكان يبدو بانه مستحيل. ولكن رفقة هذه المجموعة، بالمناسبة المجموعة تستمر لسنوات، ليس فصل أو موسم دراسي، لا، هي نفس المجموعة تقريبا 25 تلميذ، ابتدأت معي من الإعدادي إلى الثانوي وبقيت تمارس معي لما وصلت إلى الجامعة. فعلا سنكون أول مدرسة هي مدرسة واد الذهب، إن كانت ذاكرتي لم تخني، أول مدرسة قدمت عرضا خارج سمحية الأطفال، عرضا مسرحيا على خشبة مسرح محمد الخامس. قدمنا عرضين على خشبة مسرح محمد الخامس، صيحة والمهرج لمحمد الماغوط. إذن في هذه المرحلة إشباع فضولي ورغبتي وإرضاء ضميري لأداء واجبي تجاه المسرح كان يتم داخل المسرح المدرسي، لأنه كان 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 يسمح بذلك. لما كبرت الفرقة وأصبح من الواجب أن نبتعد عن المدرسة وأن لا نستغل اسمها لأننا ندخل في التفاصيل ورخص، فقررنا أن نلتحق جميعا بالنادي الفني المراكشي، أي المجموعة التي كانت تمارس معي في 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 مؤسسة إعدادية واد الذهب، هي مدرسة عمومية. التحقنا جميعا بالنادي الفني المراكشي. في تلك الفترة كان النادي الفني المراكشي قد جمد نشاطه لمجموعة من الاعتبارات اللي هي موضوعية. فوجدنا عند النادي الفني المراكشي وجدنا ترحيبا كبيرا بأن نمارس كمجموعة شابة، خاصة أننا حددنا هدف هو أن نعيد الأعمال التي اشتغل عليها النادي في أوجه. فمثلا أول عمل اشتغلنا عليه مع النادي الفني المراكشي كان هو مسرحية المهرج لمحمد الماغوط. هذه المسرحية كان قد اشتغل عليها كبار النادي، أو ما نقول الهواة الممارسين الذين كانوا يمارسون في النادي، ومن هنا انطلقت المسيرة مع هذه المجموعة إلى أن التحق كل واحد من المجموعة بفريق، إما بفرقة أخرى مثلا كورشة الإبداع دراما التحق بها بعض العناصر، أو بالمسرح الجامعي كذلك، أو بفرق أجنبية، لأن هناك شخص منا الذهبي كان قد التحق بفرقة محترفة في فرنسا وقدم معها موسمين. وهنا فقط طريفة جميلة جدا، وحينما استدعته الفرقة كانت استدعاء الفرقة عن طريقي، اجتمعت المجموعة لكي تقرر هل يمكن أن يشارك مع تلك الفرقة في فرنسا أم لا. فكان قرار الفرقة هو هذا: تعيدنا أنك حينما تعود تتابع دراستك. فوعدنا، وفعلا لما عاد تابع دراسته وحصل على الإجازة والتحق به، وهو الآن مدرس للرياضيات في السلك الثانوي. إذن كان 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 المسرح ليس هو فقط مسرحيات، وإنما كان بمثابة ركيزة أساسية في التنشئة الاجتماعية. إذن واضح أنني مساري ابتدأ بالإخراج، إخراج رفقة مجموعة الأطفال حتى السن 18 عام، ثم بعد ذلك مجموعة شابة، ثم ستأتي مرحلة أنني سأمارس الإخراج مع النادي الفني المراكشي، الفرقة مع الكبار النادي الفني المراكشي. وكان أول عمل اشتغلنا فيه مع الكبار كان هو مسرحية الانتظار، التي حققت في تلك الفترة واحد الإقبال كبير جدا. ثم اشتغلنا على الخاوي والرش الثامن، وهو والتراجيدي الصيف الخشبي. هذه أعمال مسرحية قدمناها رفقة كبار النادي الفني المراكشي كوميديا. في هذه الفترة كنت أمارس الإخراج، وبالتالي الكتابة في هذه الفترة كانت فقط تتم كشكل من الكتابة، نوع من الدراماتورجيا، يعني إعادة كتابة مشاهد أو حوارات لأغنية ذلك النص الذي كنت أشتغل عليه. كنت لا أشتغل على أعمالي أنا التي أؤلفها.
جاءت فتره واحد التوقف بالنسبه لي. فتره التوقف هو هناك دين اخر كان علي، لانني مارست الكره الطائره مع المدرسه، ومارستها في الرياضه مع فريق المدينه في تلك الفتره، كان هو النادي الرياضي المراكشي، النجم الرياضي المراكشي كان عنده فريق الكره الطائره، وكنا نمارس كره الطائره. ثم حينما حصلت على البكالوريا التحقت بنادي الجيش الملكي لمده موسم، ثم عدت، وانني قد قطعت العلاقه مع 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 الرياضه، عدت الى المسرح، الى ان صادفت استاذي، وهو بالمناسبه احييه، السي عبد الله بوستا، وسالني هذا السؤال: افين وصل ذاك الفولي فردوس؟ فكان جوابي: السي عبد الله راه عرفتي كل شيء، الفولي راه اللي عطى الله، انت شتي المدينه ما كاين فولي ما كاين. هو يقول لي: ماشي هذا الشيء، علاش ربيتك؟ راه كان عندك عليك واحد الدين، انت ملي جيتي لقيتي الناس اللي عطاوك الفولي، ما تخليش عندك، خصك نقلو للجيل الاخر، ولا غتكون انت اللي قتلتي الفولي. هاد الكلمه اثرت فيا بزاف، فعدت الى الفولي كره الطائره. التحقت مدربا بالكوكب الرياضي المراكشي، وحققنا انجازا تاريخيا غير مسبوق لا يتكلم عنه احد. فقط الذاكره انه في ظرف موسم استطعنا ان نؤسس الفريق، لانه كان في تلك الفتره في البطوله الوطنيه تؤسس فريق تلتحق بالقسم الوطني الثاني مباشره. اسسنا الفريق في نفس الموسم، صعدنا الى القسم الوطني الاول، اصبحنا في بطوله الكبار، وهذا انجاز ارتاح اليه، ليس احسبه لي، ولكن احسب انه جاء جيل من بعدي لا زال يحمل مشعل الكرة الطائرة إلى يومنا هذا. مهم في المسرح، حينما ابتعدت عن النادي الفني المراكشي، كانت الفرقة الأقرب إلي من حيث الأفكار والأخلاق والممارسة كانت هي ورشة الإبداع دراما. مشات الابداع دراما كانوا اسسها في تلك الفتره، كان هناك المرحوم عبد الهادي طوراش، كان عزيز البوزاوي، كان ناديه فردوس. فابتدات فكره انني اؤلف، فانطلقت مرحلتي مع التاليف، واشتغلنا لمده 10 سنوات في مشروع سميناه مسرحه الأشكال الفرجوية في التراث المغربي، وأركز على هذه المسرحة وإلا سأتناقض في تعاملي مع الماضي. لم أكن أحيي التراث المغربي، لأنه قلت أنا لست ماضويا، لم أكن أوثق للتراث المغربي لأنني لست متخصصا أو باحثا أو دارسا، ولكن كنا فقط الأشكال الفرجوية بحال عبيدة الرما، بحال الحلقة، بحال البساط، بحال سلطان الطلبة، وضعنا على أنفسنا سؤال: لو أن هؤلاء الناس أرادوا أن يمارسوا هذه الأشكال مسرحيا بقواعد المسرح، كيف كانوا سيقدمونها؟ فكنا نأخذ الفرجة التراثية ونخضعها للقوالب المسرحية المتعارف عليها، ثم نقدم تلك الفرجة. واشتغلنا لمدة 10 سنوات إلى أن أحسسنا بأننا استنفدنا كل الأشكال التراثية. في هذه الفترة هذه استطاعت الفرقة، ما غيرش نقول أنا واخا هي تأليف، ولكن الفرقة لها دور كبير في العمل، استطاعت الفرقة الحصول على جائزة أحسن نص بمسرحية الطبوريضة في مهرجان مكناس الاحترافي. استطاعت الفرقة أن تحصل على جائزة أحسن نص، وهو كان إعداد دراماتورجي لمسرحية سعد الله عبد المجيد. استطاعت الفرقة كذلك أن تحصل على أحسن عمل متكامل بالنسبة للمغرب، راه ماشي سهلة. وكان من طبيعة الحال هي مسرحية البسيطية التي كانت تشتغل على التراث المغربي. إذا مساري المسرحي وتوجهي المسرحي في المرحلة الأولى اشتغلت على مسرحة الأشكال الفرجوية في التراث المغربي. ستأتي المرحلة الثانية، وهي دخلت رهان. هو لماذا لا نشتغل على الأدب المغربي، نمسرح الأدب المغربي؟ لا أقول أنا الأول الذي كنت، لا، قلت دخلت رهان مسرحت بعد الأشكال الأدبية الأخرى. مثلا اشتغلت على نصوص قصيرة للمرحوم أحمد طليمات،
أخرجت كتابات المرحوم أحمد طليمات، وأنجزنا منها مسرحية قدمت على الخشبة هي تحفة الكواريتي. وفعلا اكتشفنا بأنه هذا واجبنا أن كذلك أن نشتغل على الأدب المغربي. فاشتغلت على نص ثاني وكان بالنسبة لي تحدي، هو سيرة حمار لحسن أوريد. في الطبعة في تلك الفترة كانت الطبعة السادسة، فقلت هذه وصلت الطبعة السادسة ولكن في المسرح لم نعرف بهذا العمل. فأخذت الترخيص من أوريد واشتغلت على مسرحية سميتها أنا ماشي حمار، حولت الرواية إلى مسرحية وسميتها أنا ماشي حمار، وهي مطبوعة النص المطبوع. إذن بدأت في الاشتغال على النصوص الأدبية الروائية. ثم ستأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة القصة، مسرحة القصة القصيرة، لأنه وجدت بأن المسرحية القصيرة كان هناك فراغ. لا يعني أنني أريد أن أملأ الفراغ من أجل التميز، لا، ولكن أريد أن أملأ الفراغ من أجل واجب وأن أجرب إمكانياتي. فاشتغلت على المسرحية القصيرة، فتحولت بذلك إلى مؤطر للورشات المسرحية القصيرة، وكان لنا الشرف أننا حضرنا في مهرجان كلباء بالإمارات العربية المتحدة في دورتين في المسرحية القصيرة، وهذا ما يؤكد على أن الطاقات الإبداعية المغربية بأنها طاقات خلاقة. وهذا يحيلني على التساؤل الذي جاء، فهو أين هو المسرح المغربي؟ أين وصل المسرح المغربي؟ سأقول وبكل اقتناع، المسرح المغربي بخير. وأظن بأنني لو كنت في محاضرة مباشرة سأسمع أصوات ستحتج هو بخير ما بخير بخير. إذا انطلقنا من عدد العروض التي أصبحت تقدم سنويا، فبدأنا نتعدى 100 عرض سنوي. إذا الأول أن نقول بأنه بخير. نوعية العروض، جميع الأشكال الفرجوية أصبحت تقدم في المسرح المغربي. أنا لا أحكم ولا أصنف الأعمال المسرحية، لأن لكل فرجة لها جمهورها. إذا جميع أشكال الفرجة أصبحت تقدم فوق خشبات المسرح المغربي. مشاركات المغرب في مهرجانات دولية أصبحت مشاركات متميزة، رغم أنني لا أعطي للأعمال قيمتها من الجوائز، ولكن وجب أن نقول بأنه أصبحت تحصل على جوائز خاصة على الصعيد العربي. أصبحت العروض المسرحية تصل إلى الجالية المغربية في الخارج. تعددت الورشات، أصبح لا يمكن أن يمر شهر دون أن نسمع بأن هناك ورشة أو ثلاثة أو أربعة أو أحيانا 10 ورشات لأنشطة مسرحية مختلفة في مختلف مناطق المغرب. أصبحت دور الثقافة، قاعد دور الثقافة تحتضن أنشطة قارة. إذا من هذا المنطلق، لا 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 أعطي حكم قيمة، ولكن من هذا المنطلق على الحركة نقول بأن المسرح المغربي بخير. ولكن المفارقة التي تجعل البعض لا يقبل هذه الفكرة هي أن وضعية الفنان المسرحي المغربي لا أقول ليست بخير، ولكن أقول لا زالت بحاجة إلى الكثير من التفعيل، من التأطير. كفانا الاعتماد على دعم وزارة الثقافة ليعيش الفنان، ليس كافيا. كفانا ثقافة الاستجداء، حينما يمرض يصاب بمرض نبدأ في جمع، هذا يهين كرامة. إذا نحن في حاجة الآن، وهذا تسير فيه بعض التمثيليات النقابية، في وضع إطارات قانونية، حماية قانونية، قوانين، ولكن قوانين فعلية وليست قوانين شكلية لكي نقول بأننا عندنا بطاقة الفنان، عندنا كذا. وهذا من طبيعة الحياة يتطلب وقتا طويلا للوصول إلى هذه الحالة. المسرح الهاوي المراكشي كان متميزا في حينما كان المسرح أساس المسرح المغربي هو المسرح الهاوي. كانت هناك فروق برزت في فترة الهواة من كوميديا شبيبات الحمراء، الجيل الصاعد، نادي خشبات اللحي، الرحالة،
ومجموعه من الفرق. حينما انتقل الهواه من الهواه الى ما يسمى بين قوسين الاحتراف، اصبحت هذه الفرق كذلك باسمائها بارزه مع مسرح الاحتراف، مما يؤشر على ان مدينه مراكش، وانني ورغم انني ضد الاقليميه الضيقه، انها غنيه بالاطر. لا ننسى الدكاتره الذين يؤطرون هذا الشباب، لا ننسى الاساتذه الجامعيين الذين يمارسون المسرح ويؤثرون ويشرفون على بحوث. اذا الحركه فهي بشكل عام فهي تبشر بخير في المستقبل القريب. كيفاش حسوني دار، كيفاش صدق قلبي، كيفاش صدق الدار، كيفاش زاد في مصايبي، كيفاش حسوني دار، كيف شي مبار شلالي، تشوفو مصير في تيار، ما تقول عليه تعالبي. كيفاش حسوني دار، كيفاش صدق قلبي، كيفاش صدق الدار، كيفاش زاد في مصايبي، كيفاش حسوني دار، كيف شي مبار شلالي، تشوفو مصير سيار، ما تقول عليه تعالبي. تفاريد الأقفاص، غدائر انتحاب، لو تدري الحساسين خلاص. بعد مرحلة الاشتغال مع فرقة ورشة الإبداع دراما كمؤلف أو معد للأعمال، أتيحت لي فرصة الاشتغال مع فرق أخرى مغربية وأجنبية محترفة كمؤلف، بحيث اشتغلت مع فرقة تنسيفت في عملين مسرحيين هما تسليم للسياد وكيف الطوير طار. هذا كان لي الشرف انني تقربت من هذه الفرقه وشفت ظروفها الاحترافيه المتميزه التي تشتغل فيها، كما اتيحت لي فرصه الاشتغال مع فرقه الوفا كمخرج. اشتغلت مع فرقه الوفا الى جانب المرحوم هرم المسرح المغربي السي عبد الجبار لوزير، الى جانب كذلك الشحيمه الخالدي. اشتغلنا على عمل تصور للتلفزه وهو عطيل بالحلقه ولوطيل، وهذا الاشتغال مع فرقه الوفا هو الذي كان سببا من بين الاسباب، لا اقول هو السبب الوحيد، كان سببا من بين اسباب انتقال السي عبد الجبار من الوفا الى الورشه، لانه كنت تقريبا صله وصل بينهما. ما معنى صله وصل بينهما؟ كنت احكي له عن الورشه وانا كنت احكي له عن عبد الجبار، فالتقوا في لاسباب اخرى، التقوا بانهم يمكن الاشتغال. وبالمناسبه نعم الرجل المحترف، فعبد الجبار رجل محترف، فنان محترف بكل المقاييس، تواضع، أدوات الحرفة، أدوات الاشتغال، أخلاق الاشتغال، كل هذه تميزت في هذا الشخص. اشتغلت كذلك مع فرقة الأصدقاء اللي كانت أسستها الحر، لا عفوا، التي أسستها فرقة فرنسية، فرقة الأصدقاء فرنسية، مع الفنان ديالنا الإبراهيمي والسيدة الحرة، فنانة من السيدة الحرة. اشتغلنا على مسرحية تجربة المسرح في المنازل، حيث أنه كانوا قدموا عرضا مسرحيا سميته الحريق تحت الدفة في إطار عمل مشترك، كانوا يقدمونه في المنازل، قدموه في فرنسا في جولة في فرنسا، وقدموه في بعض المنازل في 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 المغرب. كما اشتغلت مع فرقة الأصدقاء هذه ليزامي، تياتر ديزامي فرنسية، اشتغلت معها في مجموعة من الأعمال، منها شامة
قدموا مسرحية شامة من تأليفي، قدموا كذلك مؤخرا يقدمونها الآن في جولة في فرنسا، وهي مسرحية حول السيرك، فيها خليط من فن السيرك والمسرح، مسرحية كينونة قمت بتأليفها. أشتغل مع مؤلفة فرنسية كثيرا وهي إيميلي مالوس، فإما هي تقوم بإعداد العمل وأنا أترجمه إلى الدارجة، أم نشتغل على الفكرة جميعا، وهي التي أعطت الكتاب المطبوع، النص المطبوع للأطفال، وهو أريد أن أكون فراشة. على ذكر الطبع، عندي مجموعة من النصوص المطبوعة والمنشورة، خاصة في تعاون وثيق مع دار النشر أفق، فرأيت بأنه الذي يخلد أكثر هي النصوص التي تطبع، تبقى في الكتاب، تبقى منشورة، لأنه العرض يموت. فاقتحمت ميدان النشر، كعندي نصين مشتركين لغنام غنام، قمت بنقلهما إلى اللغة الدارجة، هو كتبهما باللغة العربية الفصحى وأنا نقلتهما إلى الدارجة. عندي مشروع آخر في الاشتغال على نص يلخص لنا جميع أفكارنا عن الحياة والموت، فهذا النص اسمه عبور، سينشر في الأسابيع القليلة المقبلة. إذن فضاءات المسرح في مراكش هي الأزمة، لأنه لا يعقل أن نتوفر على قاعة واحدة حينما كانت مفتوحة، وهي دار الثقافة، كانت هناك قاعة واحدة، الآن فهي بصدد الإصلاح، بقيت فقط القاعة الصغرى. إذن بتواجد القاعة الكبرى، وكان المسرحيون يعانون أولا من أجل تقديم العروض، لذلك ستنشط حركة مسرح الشارع، ولا أقول بأن مسرح الشارع خلق من أجل هذا الإشكال، لا، ولكن أصبح النشاط لأننا أصبحنا نتردد على هذه المسرحيات لنشاهد عروض مسرحية. ليست عندنا فضاءات، ليست عند المسرحيين فضاءات لتقديم أعمالهم، حتى التدريب تجد الفرق صعوبة في إيجاد فضاءات. فمثلا حينما أريد أن أوطر ورشات أو أنجز بعض المسرحيات التي أنجزتها مؤخرا، لم أجد أمامي إلا هذا الفضاء في جمعية النخيل، التي بالمناسبة حسب علمي الفرق المسرحية التي التجأت إليها فقط أن تنضبط لما يفرضه القانون، وتحصل بسهولة على فترة لإنجاز أعمال. أعرف مجموعة من الأعمال تم إنجازها داخل هذا الفضاء. نتردد على بعض دور الشباب وإن أصبحت غير صالحة. إذن الفضاءات في مراكش، نتمنى أن يتم معالجة هذا الإشكال، أو أخذه على الأقل بعين الاعتبار، لأنه هو كذلك إلى جانب وضعية الفنان كما قلت، هي النقطة التي يمكن أن تكون داكنة في فضاء المسرح المغربي، لأنه كما قلت في ما قبل، المسرح المغربي بخير باستثناء هاد الجانبين الذي لا زال يتطلب الاشتغال عليهما بشكل كبير. كثيرا ما يطرح علي هذا السؤال، لماذا لا تشارك في الإنتاجات التلفزيونية أو السينمائية، مسلسلات أو أفلام سينمائية؟ أنا أؤمن بفكرة، رغم أن الكثير أكد لي بأنها خاطئة، أن الكتابة لمجال معين سواء المسرح أو السينما أو التلفزيون أو المسلسل هي كتابة شاقة وتتطلب خبرة تكوين كبير جدا. فأنا كاتب مسرحي، يجب أن أحترم حجمي وأن أبقى كاتبا مسرحيا. كنت دائما أشبههم حين مدرب للكرة الطائرة، بحال تيجي شي واحد تيقول لي عفاك أجي دير لنا مدرب ديال كرة القدم، ياك أنت مدرب؟ لا، كرة الطائرة مدرب،
كرة القدم خصها مدرب، كاتب مسرحي، كاتب مسرحي، ولكن سيناريست تلفزيون السينما عنده خصوصيات واحتراما لهذا المجال واحتراما للسيناريست سيناريستيين يجب ألا أقفز على هذا المجال، وإن كنت أتعاون أو أقدم ما أعرفه إذا أتيحت لي فرصة. مرارا وتكرارا كانت لي نقاشات وبعض الحوارات في أعمال تلفزية المبدع الفنان عبد الله فركوس، اشتغلت مؤخرا مع بلمجدوب في فيلم سينمائي قدم في, 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 في السينما، اشتغلت في, 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 في مجال كتابة الحوار، تكلفت بكتابة حوار الشريط السينمائي، واشتغلنا كذلك حتى على إعادة بعض فكرة السيناريو براءة الظل اسم الشريط قدم في مهرجان طنجة. إذن موقفي من الكتابة للسينما والتلفزيون ليس موقف عدائي أو تمنعي، لا، ولكن هو موقف احترام، احترامي لذلك المجال واحترامي لقدراتي، وأحصر نفسي في 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 الكتابة المسرحية. الفن مجال واسع خصب، ولكن مجال جميل يفتح أمامك أفق الحياة في علاقاتها الإنسانية، في تفاعلاتها مع الآخر، في الاعتراف بالآخر واحترامه، هذا هو الفن. ففي الفن لا يوجد هذا خيب وهذا زين، هذه مسرحية خيبة وهذه مسرحية زينة، فدائما أقول لهم عجبتني ما عجبتنيش، وفرق بين خيبة وزينة وبين عجبتني وما عجبتنيش. كل من يشتغل فيشتغل حسب قناعاتي وحسب رؤيتي، يبقى فقط زاوية نظرتنا. هناك حركة تلاحظ في مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الكلام كثيرا عن الفنان، إذا أصبح له حضور قوي جدا، سواء الفنانين في التلفزيون أو في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا هناك حركة وهناك تحول أن الأول أن ننتبه إليه، خاصة من حيث الأعمال المسرحية. فآخر ما كتبت مسرحية عبارة عن وصلات قصيرة، لأننا نحن الآن في زمن الجوطابل، في زمن السرعة، فأصبحت كتبت مسرحية لا تتعدى المشهد فيها 3 دقائق، يقدمها الآن شباب من مسجد رحال، سموها السيبة، وحققت تجاوبا مع الجمهور لتلك التكتيف في 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 في, في تقديم الحدث. أتمنى أن أكون قد أحطت بهذه الذاكرة، ورغم أنها كانت غير مرتبة وغير مصففة، وأعيد وأكرر مرة أخرى، ليست من أجل استحضارها أو توثيقها، لأنها لا تخضع للمعايير العلمية التي يجب أن نستحضرها في تعاملنا معها بهذا الشكل. We'll be right back.